أمها ويغمد روحها لينا يا رب. وحياة الفهد أمي الثانية اللي من 2009 من توفت أمي الله عوضني فيها، إنسانة تسأل عني دائما، تتمنى لي الخير، أعزها يعني صج صج. يعني أنا اللي هي على حياة الفهد يغلط عليها بأي شكل كان عادي أدش في السجن، ما عندي مانع أو شيء كذي. تسألني تقولي مي حياة الفهد شنو بالنسبة لك؟ حياة الفهد تعني أمي الثانية، يعني أنا الله رزقني بأمي، أم جابتني في هذه الدنيا والله يرحمها ويغمد روحها لينا يا رب. وحياة الفهد أمي الثانية اللي من 2009 من توفت أمي الله عوضني فيها، إنسانة تسأل عني دائما، تتمنى لي الخير، أعزها يعني صج صج. يعني أنا اللي هي على حياة الفهد يغلط عليها بأي شكل كان عادي أدش في السجن، ما عندي مانع أو شيء كذي. تسألني تقولي مي حياة الفهد شنو بالنسبة لك؟ حياة الفهد تعني أمي الثانية، يعني أنا الله رزقني بأمي، أم جابتني في هذه الدنيا والله يرحمها ويغمد روحها لينا يا رب. وحياة الفهد أمي الثانية اللي من 2009 من توفت أمي الله عوضني فيها، إنسانة تسأل عني دائما، تتمنى لي الخير، أعزها يعني صج صج. يعني أنا اللي هي على حياة الفهد يغلط عليها بأي شكل كان عادي أدش في السجن، ما عندي مانع. وهم مشاعر الغامض تقولي ما يتكلمي عن مريم حسين وحياتها واللي قاعد تسويه الحين، وإن كانت تقول أنا خلاص يعني مركزة على موضوع بنتي وبجابلها وبربيها وما شنو، والحين ردت تسوي حركات في أنا صوروني من ورا أنا ما أدري شنو. إيه طبعا يعني من يصورها؟ زين يصورها، زين يصور وايد واضحة يعني اللي صور. زين ليش ما وقفتي؟ ليش ما رحتي له؟ ترى التصوير من غير موافقة ترى في القانون اسمه خيانة أمانة، في مو بس تعويض في سجن. فما أعتقد السالفة شو، عشان ما عاد عندها شيء، هي اليوم مو مطلوبة في الأعمال الدرامية إن كان في الكويت أو في الخليج. وآخر عمل حقها مسرحي قدمته في الكويت، المسرحية عرضت 4 عروض، فالعرض ما نجح جماهيريا، يمكن فنيا أدبيا ناجح، لكن حكاية إن نجح جماهيريا نو، وهي مو مطلوبة اليوم. يلا اليوم بفتح فقرة الأسئلة، يلا ناطرة أسئلتكم على السناب فقط. ناصر يسألني بي ليش ما تكتبي مسلسل وشنو ناقص الدراما الخليجية؟ حبيبي أنا كاتبة مسلسل ودش الرقابة، دش الرقابة والرفض عشان عندهم، كنت اناقش شيء عن المخدرات وهم طلبوا ان اشيل مشاهد تهريب المخدرات، فيعني طالبين تعديل، اخلص التعديل وبعدها ان شاء الله يجاز، يعني امور سهله. اللي ينقص الدراما الافكار، الافكار والجرأة بعيد عن الوقاحه والانحلال، واغلب اغلب الكتاب الحاليين ما عندهم ثقافه. ليش الناس دائما تنجذب حق الدراما المصريه؟ لان الدراما المصريه متجدده وكتابهم غنيين لأن عندهم مراحل. هديل تسألني شنو العمل أنت تتوقعين أنه راح ينجح في رمضان؟ أعتقد رمانة وكذلك عمل سعاد عبد الله. صراحة ناطرتهم بشوق، وخصوصا تجربة سعاد عبد الله كان في كل زمان اللي تقريبا كل 3 حلقات موضوع أو قصة أجهدت نفسها. صديقي وأخوي الصغير الكاتب محمد النشمي قاعد يقول لي منورة منورة بنورك يا أخوي، الله يحفظك وإن شاء الله من نجاح لنجاح. وهديل تسألني ما إيش رايك في لقاء نضال الأحمدية في فحص شامل؟ لما الحين ما شفته بس أكيد راح أشوفه بعدين أقول لكم رأيي. توتو تسألني مي ليش في الوسط الفني شلالية وكل منتج أو فنان عنده جروب يشتغل وياه؟ هذا شيء صحي ترى، ترى حتى في السينما في ناس شركات فنانين يشتغلون سواء حتى في الكويت أو في الوطن العربي أو حتى على صعيد العالم، هذا شيء صحي. معناه إن هذا الفنان أو هذه الشركة ينسجمون مع هذول الفنانين ويعطونهم نتائج مزن. تسألني مي إيش رايك في وعد وهل هي انظلمت إعلاميا؟ ما حد ظلمها، وعد إيه ظلمت نفسها بالغياب والحضور المتقطع وبالغياب المتقطع صراحة،
يعني وايد ضرها، وايد 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 ضرها، وخلى غيرها يتقدم عليها. هديل تسألني سؤالين، سؤال إن إيش رأيي في لقاء الفنان عبد الله رويشد على المارينا والمواقف المحرجة؟ راح أقول لك بالسناب الجاي. أمانة أنا ما شفته يعني للحين، بسبب وايد مشاغل عندي بالفترة اللي طافت، بسبب القضية اللي اتهمت فيها، والحمد لله طلعت اليوم براءة. لما أشوفه بقول لك. وبالنسبة تسألني عن رأيي في المذيعة اللي قالت حق فرح الهادي وين أهلك عنك؟ ما أشوف إن السؤال فيه شيء يعني عادة، خصوصا إنه وايد فيديوهات بينها وبين عقيل ساعات متأخرة من الليل، وفي يعني بالظهر والظهر والصبح بكل مكان، ويعني بالمول وبالمطاعم وبالأعمال فيعني شيء كان وايد أوفر، حتى لو كان من مبدأ الصداقة، مو بهالكم بهالطريقة وتبون الناس ما تحكي. الناس تحكي طبيعي، لأن الشيء صار وايد أوفر. وأعتقد كلنا عندنا أصدقاء، بس ما نطلع وياهم 24 ساعة في 24 ساعة، وليل ونهار وصبح وظهر وبكل مكان. يمكن هم يعتقدون ان اللي يفكر بهالطريقه شخصيه متخلفه، لكن السالفه مو شخصيه متخلفه، احنا عرب لين الحين، احنا عرب، ما احنا مسيحيين، ما احنا قاعدين في امريكا، احنا عندنا حدود وعادات وتقاليد، يعني الرجل رجل والبنيه بنيه. في مشروع زواج بينكم الله يسهل عليكم، لكن اعتقد يعني الشكل العام، انا لو عندي بنت وعندها صديق، صديق يعني زميل و ما يطلع وياها الساعة 1000 بالليل. البنية سمعة من اقل شيء تنجرح ويوقف نصيبها، فما ادري، هذا تعليق على الموضوع. يمكن عقيل مو هامة، لانه هو اساسا يعني محترم، اذا هو ايراني والايرانيين مو عرب، بس اعتقد هم عندهم عادات وتقاليد. واللي نعرفه ان ايران ايضا دولة محافظة ووايد يركزون على امور الدين، فريال ومرأة 24 ساعة حتى بالمفهوم الايراني لا، ما يجوز يعني، لا عرب ماشي ولا ايران ماشي. هذا الله يصلحهم. حمد من قطر يسألني مي ايش رايك في قضية سعد المجرد، وهل راح يرجع مثل الاول؟ راح اقول لك بالسناب الجاي. سعد المجرد فنان قوي وإنسان عنده إرادة، والإنسان الطبيعي تمر في أزمات في حياته ينكسر ويقوم من أول وجديد. أزمة وعدت، واللي جاي هم اللي راح، وإن شاء الله برمضان يرمض في المغرب إن شاء الله بينه حلا، والله يفك عوقه. وثنيان يسألني مي في أخبار عن الفنانة ميعاد عواد، وهي وين اختفت؟ هي ما اختفت، هي تزوجت من مواطن قطري، والحين عايشة في قطر، وخذت الجنسية القطرية ودرست محاماة، والحين هي من أهم المحاميات في قطر، وصار عندها أبناء وأحفاد، والله يتمم عليها إن شاء الله سعادتها. والحياة أهم من الفن ترى. ام تي ام يسألني مي منو تحسين عمله راح ينجح من الأعمال المصرية؟ راح أقول لك بالسناب الجاي. طبعا الزعيم عادل امام هذا شيء مؤكد، الى جانب غاده عبد الرازق ناطره اشوف عملها. عموما اعتقد في اعمال وايد راح تستحق المشاهده من الاعمال المصريه، لان دائما عندهم اعمال متنوعه وافكار كثيره. مزن تسالني مي تعتقدين شنو اللي ينقص شمه حمدان عشان تكون نجمه؟ راح اقول لك السناب الجاي. شمه نجمه، مو راح تصير نجمة أو ناقصة عشان تكون نجمة، نجمة أكيد، وعندها جماهيرية وعندها أعمال تستحق الاستماع أمانة ومنتشرة. لكن أنا أعتقد الأشياء اللي تنقصها أن تصور فيديو كليب، ما عندها فيديو كليب شمع، ومفروض تفتح مجال أن تلحن حق فنانين آخرين حقها، لأن ملحنة وايد شاطرة أمانة شمع حمدة. يمه ما هذا يا هذا، معقول أربعة دول؟ يا خرابي، ربنا يستر. ده شكلي وأنا مستنية نايف شاهر، حسبي الله ونعم الوكيل. السوم تسألني مي هل حليمة بولند راح تنجح في برنامجها، وهل الناس راح تقعد تطالعها ولا الناس ملت؟ لا، الناس راح تتابعها وراح تتابعها. اقول لكم ليش، لان الناس عندهم بلاغه شف ويحبون السوالف اللي فيها قرض، بيتابعون عشان يقرضون فيها. يعني هي ماده، وهي ترى مستفيده من هذه المتابعه حتى لو بشكل سلبي،
هي عايشة اللي تابعونها مو بس من أجل محبة ولكن لأغراض سلبية. هي عايشة على هذا النمط والناس قابلة نفس ما الناس اللي قاعد تقرض فيها قاعد تتابعها بالسناب وقاعد تتابعها في كل مكان. الناس تحب كذي، تلاقي مادة تبي تتكلم. وفي غير حليمة وايد، ترى حليمة مو يعني مو الشخص ترى الوحيد في المجتمع، في شخصيات وايد كذي احنا ما نتفق وياها لكن في ناس تتابعها. عن نفسي انا مو ضايفتها بالسناب نهائيا، اوكي يعني ما احب ستايلها فما ضفتها من الاساس. فهد يقول لي ميل العلم ترى شمع حمدان راحت تلحن حق أحلام، شيء نتمناه بالعكس، وأحلام نجمة وتدور على الجديد والدماء الشابة وتدعم الشباب. أحلام مساعد يسألني مي ليش المسرح الكويتي صار ضعيف وليش عبد الحسين وحياة ما قاموا يشتغلون. أنا أقول لك ليش المسرح الكويتي صار ضعيف، لما تسيدت فئة أو فكر مسرح طارق العلي في عدد من المسرحيات يقلدونه، وأساسا طارق العلي هو قلد مسرح محمد رشود اللي الكل يضحك والكل ينكت والكل يرقص والكل يغني و هرج ومرج طول المسرحية، وفي الآخر قمة تخلص بثلاث دقايق والله أنا أقصد كذي وأنا أقصد كذي ونصيحة مباشرة والسلام عليكم. وبالنسبة للفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا حياة الفهد لما ابتعدوا عن المسرح لأن أكبروا وطاقتهم ما عادت تستحمل المسرح نهائيا. انتوا كمشاهدين قاعدين في الصاله على كرسي تطالعونهم لكن هم واقفين يقفون على حيلهم حوالي 4 إلى 5 ساعات. وزين منهم ترى ان لما الحين قاعدين يسوون اعمال تلفزيونيه وقاعدين يمتعوننا، الله يعطيهم الصحه والعافيه، هذول هم الذخر. السوم تسالني مي ليش صالح راشد ما يغير افكاره وبرامجه وضيوفه كلهم مثل السوم. روح اسألي ليش قاعد تسأليني أنا؟ أنا اللي قاعد أسوي برنامجه ولا هو اللي قاعد أسوي برنامجه؟ كيف؟ هاي كل واحد وكيفه. فاطمة تقول لي مي إذا طلبتش صالح راشد إنك تطلعين معاه فهل راح تتعاملين وياه مهنية وراح تنسين الخلاف معاه؟ أنا ما عندي خلاف معاه، أنا عندي وقفة نفس لكن أنا ما عندي خلاف معاه نهائيا، أوكي؟ وترى على فكرة للمعلومة وهو ضايفني بالانستغرام وانا ضايفته، اوكي بس يمكن ما نتكلم ويا بعض لكن ما في خلاف. واذا على حكايته اذا هو طلبني ان اطلع وياه في البرنامج، انا حبيبتي ما اطلع لقاءات، اوكي انا يمكن كل سنتين ثلاثه اقرر اطلع في لقاء واحد. وللعلم ترى انا عرضوا علي ان اطلع في برنامج وشوشه اللي على قناه دبي لكن انا اعتذرت لسببين. السبب الاول لان تقدمه هي شعبي وانا عندي وقفه نفس مع هي شعبي، ما اطلع وياها في لقاء. دق علي المعد وهو نسيت ما شنو حريري، اوكي معد في البرنامج، وبلغته قلت له انا عندي قضايا وعندي اشياء مع هي شعبي فانا ما اطلع نهائيا. وثانيا لوجود دره بعد اهانتها للسعوديين وشتمها بتويتر فانا ما يشرفني اطلع معها. انسانه نفس درة تهين السعوديين، والسعوديين يعني الخليجيين يعني الكويتي والقطري والبحريني والعماني والإماراتي. الإساءة اللي تصدر بحق شخص واحد تمسنا كلنا. هبة تسألني ميل هل راح يكون عندك برنامج في رمضان؟ إيه حبيبتي راح يكون عندي نفسه كشف حساب، بس راح ينزل حلقتين بالأسبوع، حلقة يوم الخميس وحلقة يوم الاثنين من الساعة 11 إلى 12:30. أروى تسألني تقولي مايش رايج في شمايل والمقطع اللي انتشر حقها وهي قاعد تقدم نصيحة توعوية دينية. والله جزاها. أروى تسألني تقولي مايش رايج في شمايل والمقطع اللي انتشر حقها وهي قاعد تقدم نصيحة توعوية دينية. والله جزاها. تسمع كلامها الله يوفقها، بالعكس وين ما كانت وين ما اختارت انها تكون. الكريم مبارك يقولي مي شنو رايك باللي فبرك الفيديو على سوار شعيب وشان نتعامل مع اعداء النجاح؟ انك تكون ثابت وتعرف خطك وين وتمشي عليه شنو ما قالوا، انت مدام واثق ان انت ما سويت هذا الشيء خلي طريقك قدامك وامشي، لان اعداء النجاح دائما يطلبون او هدفهم ان يعرقلون مسيرتك انت كانسان ناجح. ف لا تعطيهم اللي هم يبونه وكمل والطريق قدامك
مستقبلك قدامك واهدافك قدامك. في وحده قاعده تسالني تقولي مي شنو سويتي بالنسبه حق هذيك اللي انت تكلمت عنها البارح، ان انت قاعده تسوين اجراءات انك ترفعين عليها قضيه سب وقذف؟ نعم، هي تكلمت عني بشكل واضح وقالت اول حروف اسمي، فهي تدفع النتيجه كامله وانا ما راح اتنازل، ماشي، والقضيه عند المحامي بدر باقر، وان شاء الله يعني من باكر تبتدي الاجراءات، لان دزيت السنابات وهذا كله، فتدفع النتيجة كامله. خلي تروح حق القاضي اللي تشوف ان الكلام هذا كله قالته مع هذه الاحرف من تقصد عند القاضي واضح، انت حددتي من اول الحروف، فتحمل لها النتيجه كامله. في ناس ما تصير ادميه الا لما تاخذ حكم، اذا على بالك كذي بتاخذين الشهره، لا حبيبتي، بعيد عن شنبك، اوكي؟ بتشوفين انا هي غلطت غلطه عمرها، هي توقعت ان انا برد عليها وشرش عشان توصل حق الشهره اللي هي تبيها. ما عندي شيء، ماني رد عليها، برد عليها قانونيا، وهي غلطت غلطة عمرها. حتى محامي قال لي موقفك مي في القضية جدا قوي، يعني الحمد لله مكتب بدر باقر للمحاماة ما يقبلون قضايا خسرانة، فإن شاء الله اللقاء هناك، وما راح تنازل، خذوها مني، ما راح تنازل لو مو اعتذرت لي، لو شنو سوت، لو أحيت لي أمي من قبرها، ما راح تنازل. شيء درب مشته تعرف آخره وتشوف نتيجته، والكلمة النهائية للقضاء. أوكي بابا، أوكي بيبي. محمد يقول لي ما يتكلمي عن سمية خشاب، وهل غادة عبد الرازق تفوقت على سمية خشاب؟ إيه نعم، تفوقت بجدارة، مع أن سمية خشاب ترى ممثلة لا يستهان فيها، لكن يمكن سوء اختياراتها وفترة يوم تضعف مرة يزيد وزنها دبل، يوم رادة يوم متنانة يوم يعني، وانشغالها في أشياء شخصية بعيدة عن الفن أثر عليها. غادة ركزة في يعني بشغلها وقاعدة تتواجد سنويا، يمكن أسوأ موسم يعني اشتغلت فيه مسلسل كان المسلسل سويته ويا المرحوم ممدوح عبد العليم، كان شوي لانه سياسي ما اخذ. لا انا فعلا احبك، حتى لو جيت يعني لوتي وخميس وشاذ وكل شيء، بس انا اذكر انه في فيديو قلت يا ربي الله يهديك ما انسى لك اياها، حياتي انت كل عام وانت بخير ميل عايده. حبيبي كتولينا، وانا بعد وايد احبك، تدري ليش؟ لان انا احس رغم الوضع اللي انت فيه حاليا في تايلاند، أنا أحس إن فيك الخير، الخير داخلك. لام الحين على رغم كل الأشياء اللي أنت قاعد تسويها، عندك إن يعني ترجع لرجولتك وممكن تتزوج وتجيب عيال. بالعكس يعني، وأنا الله يصلحك، فعلا الله يصلحك، لأن أنا أحس إنك داخلك وايد أشياء جميلة. عمري ما قلت عنك، ما تحجيت عنك في ألفاظ سيئة، قلت لك لوطي أو ما أدري شنو، كنت أقول الله يصلحك. بالعكس، إذا تحب إنسان دائما تدعي له، وأنا أتمنى أن الله يصلحك يا كاتولينا حبيبي، وأنا أحبك وكل عام وأنت بخير. رغد تقول لي روز مو سعودية، هي أصلا يمنية، ولكن هي للأسف تحمل الجنسية السعودية. إنزين، لحظة، بالقانون كلامك هذا لا يجوز، لأن بالأوراق الثبوتية هي سعودية، فحكاية والله هي يمنية وهي ليست سعودية ولكن تحمل، شو هالتضارب بهالحكي؟ سعودية بموافقة الحكومة، مضايقة كلمة الحكومة السعودية، قولي أنا معترضة إن لازم تسحبون منها الجنسية السعودية. دانا العبيد تسألني مي شعرك وين صابغتها؟ صابغتها في صالون هاي ستار اللي تملكها الإعلامية نعيمة الحاي، صراحة ما أصبغ شعر اللي عندها، اللون تضبطه ومرتاحة عليه.
شخص قاعد يسألني يقول لي مي ذكري لي 3 أشخاص من السوشيال ميديا أنت تتابعينهم بعيد عن أنهم فنانين أو إعلاميين أو هذا. سبق وقلت أنا أتابع دانا طويرش والدكتورة خلود وأمين وفوز الفهد، أمانة أتابعهم، هذول اللي أنا أتابعهم. ينتظروا مستقبل وفرح ممثلة جيدة، لكن في مرات في بعض المسلسلات أشوفها باردة ومرات أشوف عندها أداء حلو. ينتظروا مستقبل وفرح ممثلة جيدة، لكن في مرات في بعض المسلسلات أشوفها باردة ومرات أشوف عندها أداء حلو. فما أدري يمكن هذا يفرق مع المخرج والناس والدور وهالأشياء، بس أنا يعجبني عقيل كممثل، وايد وايد يشتغل، وايد يجتهد على نفسه، بس الله يوفقه ويوفقها بعد. شافي العتيبي يقولي مي وين اختفت منى عبد المجيد؟ والله حبيبي ما اختفت، هي استقرت في القاهرة بعد وفاة زوجها وهناك عاشت. ما أدري يمكن وخرت على التمثيل، انشغلت في أشياء ثانية، الله يوفقها بالعكس. بس هي اللي أدري فيه بالكويت مو موجودة، فهي مستقرة في مصر. في واحدة تسألني تقول لي ليش مي ما نشوف سعد عبد الله وحياة الفهد في أعمال ثنائية نفس قبل؟ أول شيء هم اشتغلوا وايد ويا بعض كثنائية، فأعتقد اللي مخليهم إنه ما قاعد يشتغلون مو لاقين النص، وهذا الحكي قالته الفنانة الكبيرة حياة الفهد في مجموعة إنسان، فلازم يكون هناك نص جيد عشان تكون الرجعة موفقة. هي النصوص هي اللي تأخر رجعت أي دوتو مع بعض. بس قبل فترة هم بافتتاح دار الأوبرا قدموا سكتش بينها بين سعد عبد الله وحياة الفهد مع حفظ الألقاب، كان كوميدي وكان جميل والكل استانس فيه. عشان الناس اللي تروج مثلا يقولك لا متهاوشين، لا ما علاقتهم سمن على عسل. شيء تسألني ما ايش رايك في كلام مؤام الدحماني وان المغربيات انظف من الخليجيات؟ زين ما دام احنا منظف ليش قاعده ويانا في الخليج؟ روحي قاعده في المكان النظيف المغرب، شو اللي جابرك تقعدين مع شخصيات مو نظيفه؟ وش حقك قاعد تشتغلين في اعلامنا الخليجي؟ وليش قاعد تحكين خليجي؟ وليش 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 ليش؟ يعني نفسي اعرف، يعني صج صج يعني انا اتمنى ان يعني هذه النوعية تنقرض من الخليج، ما احنا محتاجينها.